بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب والطالبات الأعزاء في مساق اللغة الإنجليزية للأعمال واحد، إن شاء الله اليوم نستكمل باقي محاضراتنا الخاصة بهذا المساق، وسنبدأ في الوحدة رقم 5 والتي تتحدث عن التسويق والتوجه التسويقي، Marketing and Market Orientation. سنستعرض في هذا الفصل مفهوم قسم من أهم الأقسام الموجودة داخل المنظمات، وهو قسم التسويق. ما هي أهم وظائف قسم التسويق؟ سنتعرف أيضا ماذا نقصد بالتوجه التسويقي وبعض المصطلحات الخاصة بالتسويق بشكل عام. استعرضنا سابقا في الوحدة الثانية مفهوم التسويق بشكل سريع، ولكن اليوم سوف نأخذه بشيء من التفصيل. طيب، في سلايد رقم 2 نستعرض تعريف آخر للتسويق، وقد تم تقسيم هذا التعريف إلى عدة أجزاء، بحيث أنه كل قسم أو كل جزء من هذا التعريف يوضح وظيفة يقوم بها هذا القسم. So, how we can define marketing or what is a marketing? Marketing, it is a process or it is the process of identifying future needs. هي عبارة عن عملية التعريف بالاحتياجات أو الحاجات المستقبلية. So the first step in the marketing process is to identify the future needs. بدنا نحدد إيش إحنا احتياجاتنا المستقبلية. على سبيل المثال، قسم الماركتينج حيوضح ما هي أهم needs والwants للكاستمر، أو expected needs والwants for the customers to be satisfied. إيش أهم احتياجات ومتطلبات الزبائن المستقبلية عشان إحنا نقوم بتلبيتها وإرضاء هذا الزبون. So the first step is to identify future needs. طيب، أيضا يتضمن الماركتينج developing and making. developing بمعنى تطوير، making بمعنى صنع. فأيضا في قسم التسويق أو في التسويق كوظيفة نقوم بعملية تطوير، ممكن تكون عبارة عن تطوير الخطط، ممكن تكون تطوير المنتجات، ممكن تكون making for several decisions، نقوم بصناعة العديد من القرارات. فبالتالي developing and making هي عبارة عن عمليات يتم اتخاذها اتجاه إما الخطط الخاصة التسويقية أو اتجاه اللي هي المنتجات وتطويرها والخدمات وإلى آخره. فبيشمل يعني developing and making ممكن نلخصها في كلمة واحدة اللي هي designing. تمام؟ طيب، أيضا تتضمن هذا البروسس deciding the price. نحدد كمان ونقرر ما هو السعر المناسب for several products. لازم نحدد السعر المناسب للكاستمر طبعا بناء على دراسات للطلب والعرض في السوق وإلى آخره. فحتى الآن احنا تحدثنا على 3 functions في الماركتينج وفي تعريف الماركتينج. حكينا هي عبارة عن process. أول حاجة بنعمل identifying for the future needs. Developing and making, deciding the price, and informing customers. لازم نعمل informing يعني تعريف للزبائن بمنتجاتنا بالخدمات اللي بنقدمها. تمام؟ وهذا التعريف يتم من خلال استخدام السوشيال ميديا، الادفيرتايزمنتس، الدعاية، الإعلان، البيع الشخصي. تمام؟ في عندي عدة وسائل أقوم بتعريف الكاستمرز بأهم الأعمال التي أقوم بها. So informing customers about طبعا ممكن تكون products أو services and making available. إيش اللي حنعملها making available؟ يعني متاح. Making the products available بمعنى أنه أنا أوفر products أو services for the customers whatever whenever he need or wherever he need. إما في يعني أي وقت يحتاجه وفي أي مكان يحتاجه. اللي احنا بنحكي عنها في التسويق باللغة العربية اللي هي التوزيع. Again, marketing, it is the process of identifying future needs, developing and making, deciding the price, informing customers about the products or services, and making available. معنى
making available لproducts والservices، بتخليها متاحة للcustomers في الوقت الذي يحتاجه في المكان الذي يحتاجه، وهي عملية اللي هي التوزيع للproducts أو الservices. ففصل إلي بشكل دقيق هذا التعريف، حكى لي أول step من البروسيس identifying future needs اللي احنا ممكن نطلق عليها planning، لأنه احنا في planning بنحدد setting our goals، بنحط strategies for achieving our goals. فطالما انت عايز تحدد ايش هي احتياجاتك المستقبلية، بدك تحدد ما هي اهم الـ needs والwants اللي بيحتاجها الكاستمرز عشان انا ألبيها، هذا هو هدفي. فبالتالي انت بتقوم بعملية التخطيط، تمام. developing and making اللي هي designing تصميم، deciding the price اللي هي وظيفة التسعير، informing customers about the products or services انه اعرف الكاستمرز بي products والservices من خلال دعاية والاعلان والبيع الشخصي والى اخره، هذه هي عبارة عن وظيفة مهمة من وظائف التسويق، وهي وظيفة الترويج لبروموشن أو بروموتينج. okay. طيب distributing اللي هي توزيع، بدي أوزع أو بدي أوصل لبرودكتس والسيرفيسز للكاستمرز في الوقت المناسب وفي المكان المناسب تكون متاحة له، اللي هي making available. فبالتالي هو قسم الديفينيشن ل functions: planning, designing, pricing, promoting and distributing. طيب the next slide: the marketing concept should be shared by everyone. الماركتينج كونسبت اللي هو مفهوم التسويق should be shared. shared يعني مشاركته او يتم مشاركته او يشارك، لازم انه يشارك فيه everyone in an organization، لازم يتشارك فيه كل شخص داخل المنظمة. بمعنى انه التسويق كمفهوم مش بس مقتصر على قسم التسويق فقط، كل شخص يعمل داخل المنظمة لازم يكون مسوق لهذه المنظمة. So again the marketing concept should be shared by everyone in an organization. معنى إيش يعني everyone in an organization؟ بقول all managers and employees، كل المدراء وكل الموظفين لازم أنهم يشاركوا في عملية التسويق أو يعني في التسويق للمنظمة ولمنتجاتها وخدماتها. Not just those in the marketing department. مش ليس فقط هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في قسم التسويق. Should think in these terms of profitability through satisfying customer needs. طيب نرجع لجملة ثانية بقول لي the marketing concept should be shared by everyone in an organization. لازم يتم مشاركة هذا المصطلح وهذا هذه الفكرة من خلال جميع الأشخاص داخل المنظمة، سواء كانوا مدراء أو موظفين. لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين يعملون في قسم التسويق، لازم هدول كمان الأشخاص يفكروا في الأمور يعني التي قد تزيد من ربحية المنظمة. These terms of profitability، لأنه أنتوا عارفين أنه قسم التسويق من أكثر الأقسام أو الوظائف اللي ممكن تزيد من ربحية المنظمة إذا اشتغلت بشكل صحيح. through من خلال، كيف ممكن أزيد الربحية؟ من خلال satisfying customers need، من خلال إرضاء أو تلبية احتياجات المستهلكين. على سبيل المثال السكرتير مثلا هو ما بيشتغل في قسم التسويق أو العلاقات العامة، ولكن لازم تكون عنده قدرة على استقبال الزبائن والمعاملة الجيدة. المعاملة الجيدة بحد ذاتها تعتبر تسويق عن المنظمة. احنا لما بنكون في الشارع في المكان نتحدث مع أصدقائنا، يفترض انه نتحدث عن المنظمة بشكل جيد، وهيك احنا بنسوق لها. فكل شخص within the organization should share the concept of marketing. Companies point out how the special features الشركات companies جمع company company شركة واحدة جمعها companies point out يعني تشير أو تلفت الانتباه how the special features special بمعنى خاص features معنى المميزات. بعرف المميزات بقول لي it is important characteristics and
qualities المميزات أو الخصائص هي عبارة عن خصائص مهمة و qualities qualities هنا بتجي بمعنى الصفات quality الجودة qualities اللي هي الصفات. إذن الشركات لازم تحدد وتشير الانتباه وتلفت الانتباه للمميزات الخاصة والصفات الخاصة لإيش of their products للمنتجات الخاصة بهم. Possess particular benefits. Possess تيجي بمعنى يمتلك، هنا بتيجي بمعنى يحتفظ به. Particular محدد، benefits فوائد. So again companies point out how special features of their products and service possess particular benefits. لازم انها تشير الانتباه او تلفت الانتباه للخصائص والصفات اللي بتميز منتجاتها وخدماتها، وهذه المنتجات والخدمات التي تحتفظ بمنافع او بفوائد محددة. طيب أعطاني كلمة مرادفة اللي هي particular benefits اللي هي advantages اللي هي المزايا الخاصة بهذه the products or services. طبعا in relation to the needs of the people who buy them. هذه المنافع مقابل الاحتياجات in relation to يعني مقابل الاحتياجات للأشخاص أو للزبائن الذين يقومون بشراء هذه السلع. So again companies should point out لازم أنها تلفت الانتباه للخصائص والمميزات لمنتجاتها وخدماتها وأيضا للمنافع التي تحتفظ بها أو المزايا الموجودة في هذه السلع والخدمات، والتي طبعا ما يقابلها من احتياجات الزبائن الذين يقومون بشرائها. يعني يفترض انه انها توازن ما بين احتياجات الكاستمرز الكاستمرز نيدز والبنفيتس او الادفانتجز الموجوده في البرودكتس والسيرفيسز اللي هي بتقدمها. نون بروفيت اورجانيزيشنز هاف اذر جولز. طيب لو سألنا سؤال قبل ما نبدأ في هذا الشريحة، هل الماركتينج كديبارتمنت يفترض وجوده فقط في البزنس عفوا في اللي هي خلينا نحكي المنظمات الربحية فقط، المنظمات الخاصة؟ لا، توجد في العديد من المنظمات حتى المنظمات غير الربحية والمنظمات أيضا الحكومية. So non-profit organizations المنظمات غير الربحية have other goals إلها هدف مختلف. طبعا هدفها اللي هي providing services for people help the people إنها تساعد الناس تقدم لهم خدمات. Okay. هدفها مش الربح. Such as من هذه الأهداف persuading people to give money to help people in poor countries. تحاول إنها تقنع persuading people الناس to give money إنهم يقدموا الأموال لمساعدة الأشخاص أو الناس في البلاد الفقيرة. So the goal of non-profit organizations persuading people to give money to help people in poor countries. تمام. But these organizations لكن هذه المنظمات also use the techniques of marketing. حتى هذه المنظمات اللي هي مش هدفها الأساسي الربح it is a non-profitable organizations برضو بتستخدم اللي هي الأساليب التسويق ومفهوم التسويق أيضا موجود في هذه المنظمات واللي بسموها بالسوشيال ماركتينج. So الماركتينج كconcept إذا كان موجود في non-profitable organization بسميه بالسوشيال ماركتينج التسويق الاجتماعي اللي بيهدف طبعا لمساعدة الناس، مساعدة المجتمع، مساعدة الفقراء وتقديم الخدمات أو إلى آخره. In some places, في بعض الأماكن, even totally different organizations such as government departments, والتي تكون مختلفة بشكل كامل عن باقي المنظمات زي ال governmental departments اللي هي المنظمات أو الدوائر الحكومية. Okay, thinks about or at least talk about their activities in term of the marketing concept. هذه الدوائر الحكومية
بتفكر أو على الأقل إنها يعني تتحدث عن أنشطتها باللي هي مفاهيم تسويقية. أوكي، أو بمعنى آخر إنه حتى في الـ governmental departments والـ governmental organizations الـ concepts of marketing كمان موجود، قد يكون بطريقة مختلفة لكن ك concept هو موجود في the profitable, non-profitable and the governmental organizations. So again, in some places, even totally different organizations such as government departments thinks about or at least talk about their activities in terms of marketing concepts. عادة لما يعني بيفصحوا أو بيحكوا على إنجازاتهم، هذه بحد ذاتها يعني بيستخدموا فيها الوسائل التسويقية. طيب، خدتم قبل هيك في مساق التسويق في اللغة العربية اللي هي الماركتينج ميكس أو النتيجة التسويقية واللي بتضمن الفور بيس. The four P's are، طبعا حرف ال P لأربعة كلمات اللي هي product, price, place and promotion. Okay. The product designing, deciding what to sell. بدنا نقرر ايش احنا بدنا نبيع. ايش هي the product او services اللي احنا بدنا نقدمها. Okay. The product ممكن تكون حكينا tangible or intangible product. Okay. ممكن تكون goods or services. Okay. So we wanted to decide what to sell. The price, deciding what a price to charge. كم هو السعر المناسب بناء على دراسة السوق لهذا المنتج أو لهذه الخدمة. Place, it means deciding how the product will be distributed. كيف احنا بدنا نوزع ونوصل هذا المنتج للمستهلكين. And where people will buy it. وين بالضبط الناس حيشتريوه يا ترى. هل نقوم بعملية distribution for this product اللي هم متاجر تجزئة أو بالجملة أو من خلال بطريقة دايركت بنسميها من البائع أو التاجر أو المصنع للمستهلك مباشرة. كيف بدنا نحدد إحنا how the product will be distributed، كيف حتتوزع وين بالضبط أماكن كمان تواجد الناس اللي حيشتريوا هذه البرودكت. هذا المقصود بالplace. آخر P اللي هي promotion، الترويج. A promotion, it means deciding how the product will be supported with advertising special activities. بدك تقرر كيف المنتج تبعك حيتم دعمه من خلال اللي هو الإعلانات، أو كيف حتدعموا من خلال الإعلانات، كيف حتعلن عن، كيف حتقدموا للناس من خلال الإعلانات، كيف حتعرف الناس عنه من خلال الإعلانات أو بسبيشال اكتيفيتيز وبأنشطة خاصة ومختلفة مثل الدعاية، البيع الشخصي، التيلي ماركتينج أو غيرها من الوسائل الترويجية. Okay. So again, the four P's of marketing. It is abbreviated to product, deciding what to sell, price, deciding what prices to charge, place, deciding how the product will be distributed, and the promotion, deciding how the product will be supported with advertising or any special activities. طيب، أحياناً بضيفوا P خامسة. The fifth P, which is sometimes added in packaging. Okay. الباكج اللي هو التغليف الخاص بالبرودكت بيضيفوه ضمن الماركتينج ميكس. ما هو تعريف الباكجينج أو ماذا نقصد بالباكجينج؟ The materials used to protect and present a product before it's sold. الباكجينج التغليف هو عبارة عن المواد اللي بنستخدمها لحفظ protect يحفظ and present ولإظهار هذا المنتج قبل القيام ببيعه. لأنه الباكج بحد ذاته يعني بساهم في عملية الشراء، لأنه بيجذب لونه، شكله، المادة المستخدمة في عملية الصنع، فبالتالي في بعض الأحيان يضاف كبي خامسة ضمن الماركتينج ميكس. So again, packaging, it is the material used to protect and present the product before it is sold. The four P's اللي احنا حكيناهم، the product, the price, the promotion, and the place,
or a useful summary of the marketing mix. هي عبارة عن ملخص للي هي المزيج التسويقي, الماركتينج ميكس. أعرفها بطريقة ثانية. الماركتينج ميكس هي عبارة عن the activities that you have to combine successfully in order to sell. هي عبارة عن مجموعة الأنشطة اللي لازم أنت combine, يعني تدمجها مع بعضها البعض وتجمعها مع بعضها البعض بطريقة ناجحة, بمعنى أنه أنت تحدد إيش بالضبط هو البرودكت تبعك, إيش الخصائص تبعتك. بعد هيك توضح كيف بدك تعرف الناس عنه, إيش السعر المناسب لإله ويكون سعر تنافسي, وكيف توصله للزبائن واللي حيشتريوه وأماكن تواجد هذا البرودكت. فهذا الـ combination of those activities بنسميها بالماركتينج ميكس, لازم تكون بطريقة ناجحة عشان يتم بيع هذا البرودكت. طيب القسم الثاني أو في جزء من عنوان هذه الوحدة بحكي عن الماركتينج and market orientation. طيب marketing orientation, orientation بمعنى التوجه, توجه السوق أو التوجه التسويقي. To market a product is to make a plan. عشان تعمل تسويق للبرودكت, to market, market هنا الفعل, تسوق المنتج تبعك, هذا يعني أنه تعمل خطة based on a particular marketing mix. هذه الخطة تعتمد أو يعني أساسها هو وجود مزيج تسويقي معين, and put it into action. بعد ما تحدد المزيج التسويقي من product, price, place and promotion, يفترض أن أنت تضع هذه الخطة قيد التنفيذ. Put it into action. Again, the marketing plan for new product or service shows how this can be realized. الخطة التسويقية, marketing plan لمنتج جديد, new product, أو لخدمة جديدة, توضح أو تعرض how this can be realized, كيف ممكن هذه الخطة يتم تحقيقها, أو كيف يمكن تحقيق ووضع هذا النيو برودكت أو السيرفيس قيد التنفيذ. كيف احنا بنعمل بلان أو ماركتينج بلان فور نيو برودكتس أو سيرفيسز. فبالتالي البلان هي عبارة عن خطوات أو الاستراتيجيات اللي أنا بدي أستخدمها لتنفيذ هذه الخطة ولعرض هذا المنتج في السوق. A marketer or a marketeer is someone who works in this area. زي ما حكينا سابقا أنه البزنس بيرسون أو البزنس مان أو البزنس وومن, he is a person who involves in the business activities. الشخص اللي بندمج أو بنخرط في الأعمال اللي هي المنظمة بنسميه بالبزنس مان أو البزنس وومن أو البزنس بيرسون. طيب الشخص اللي بيشتغل في مجال التسويق بسميه بالماركتر, المسوق, أو أحيانا بنحكي عنه الماركتير. So marketer can also be used to describe an organization that sells a particular goods or service. هل قلت لما نحكي marketer ممكن نكون نقصد فيها الشخص who works in marketing activities, هو الشخص الذي يعني يقوم أو يعمل في الأنشطة التسويقية, أو ممكن نقصد بها هي عبارة عن المنظمة أو المنظمات اللي بتبيع sells particular goods or service, اللي بتبيع سلع أو بضائع معينة وخدمات معينة. فماركتر ممكن نقصد فيها شخص, ممكن نقصد بها منظمة, الشخص الذي يشتغل أو يقوم بالعمل التسويقية, أو المنظمة التي تقوم ب يعني تسويق لمنتجات وبيع المنتجات اللي احنا بنسميها بشركات الدعاية والإعلان. شركات فقط وظيفتها أنها تقوم بإعلانات لشركات أخرى أو مؤسسات أخرى. طيب marketeer is also used in expression such a free marketeer. الماركتير لما نطلقها ممكن تكون يقصد بها هو عبارة عن تعبير ممكن نستخدمه ل free marketeer أو black marketeer. Okay. Free marketeer يقصد فيها someone who believes in the benefit of the market economy. Okay. أو free marketeer is someone especially politicians who thinks market forces should control the economy.
اوكي الفري ماركتير اللي هي في السوق الحره عاده الشخص اللي بيعتقد انه القوه السوق هي اللي لازم تتحكم في الاقتصاد، قوه الطلب والعرض لازم تتحكم في اللي هو الاقتصاد. So he is someone who believes in the benefit of the market economy. لكن البلاك ماركتير اللي هم موجودين في البلاك ماركت في السوق السوداء، he is someone who makes money. شخص بيعمل أو بيصنع الأموال لكن by selling goods، من خلال بيع بضائع illegally. legally بدون ال IL قانوني، illegally عكسها غير قانوني، من خلال بيع البضائع بطريقة غير قانونية in a place في الأماكن where they are not normally available، ولا في أماكن عادة يعني هذه المنتجات بتكونش موجودة فيها على الوضع الطبيعي. فالبلاك ماركتير someone who makes money selling the goods ولكن in an illegal way، ببيعها ولكن بطريقة يعني غير قانونية خاصة في الأماكن where they are not normally available. Marketers often talk about market orientation. المسوقون عادة بتحدثوا عن اللي هو التوجه التسويقي. So what do you mean by market orientation? The fact that everything they do is designed to meet the needs of the market. الحقيقة ما يقصد به بالmarket orientation أنه كل شيء they do يقومون بفعله is designed to meet، يتم تصميمه لمقابلة واحتياجات ومتطلبات اللي هو السوق. market orientation توجه تسويقي، يعني كل إشي أنا بدي أعمله من سلع وبضائع موجود فقط لتلبية احتياجات ورغبات السوق أو لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن. they or their organizations and the products they sell may be described as. هدول الأشخاص اللي هم الماركترز اللي حكى عنهم المسوقون ومنظماتهم their organizations and the product they sell والمنتجات اللي بيبيعوها كمان may be described as، يتم وصفها ب market driven أو market lead أو market oriented. طبعا ثلاث مصطلحات ولكن يعني بنفس المفهوم. market driven بمعنى influenced by market knowledge and customer needs، انه احنا driven بمعنى القوة المحركة، تمام، القوة المحركة لهذه المنظمات ولهذه البرودكتس ولهؤلاء الاشخاص هي السوق نفسه. ايش هو عايز السوق؟ هو اللي بحركني، القوة المحركة اللي هو السوق. فالماركت درايفن عادة انه احنا بنتأثر بالسوق وبمتطلبات الزبائن وبناء عليها بتم الانتاج. طيب الماركت ليد it is an approach to business in which the customer's requirements are identified by market research before product or service is released. هو عبارة عن منهج لمنظمات الأعمال واللي عادة يتم فيه تعريف متطلبات ورغبات الزبائن من خلال البحوث التسويقية قبل أن يتم صنع هذا المنتج أو تقديم هذه الخدمة. فنفس المفهوم أنه أنا الشيء المحرك إلي لإنتاج هذا المنتج أو تقديم هذه الخدمة هو السوق نفسه. أنا ما بنتج حسب رغبتي وبعد هيك بروح بوزع في السوق، لا، أنا بدرس السوق وبناء على رغباته يتم التصنيع، أو أحيانا بنسميها بالماركت oriented. So again, marketers often talk about market orientation. It is the fact that everything do is designed to meet the customer's needs or the needs of the market. So the marketers and their organizations and the products they sell may be described في هذه الحالة market driven or market led or market oriented. Market orientation, marketers, brands and branding. Brands and branding. Brands اللي هي العلامات التجارية. Okay. Company gives a brand or a brand name to its products. عادة الشركات بتعطي علامة تجارية
أو اسم تجاري لمنتجاتها so that they can be easily recognized. إذا أعطيت أو أعطت الشركات اسم تجاري أو علامة تجارية لمنتجاتها بالتالي هذه الـ products can be easily recognized. من السهل أنه الناس يتعرفوا عليها طالما بدخل على السوبر ماركت في عندي البراند لشركة نستلي موجود سواء كان في شوكولاتة معينة بسكوت معين في حليب معين فبالتالي أنا عرفت على طول أنه هذا المنتج لشركة معينة كيف لأنه عليه براند فبالتالي البراند بيساعدني أنه أنا أتعرف على منتجات هذه الشركة بشكل أسرع. This may be the name of the company itself. The brand أو the brand name العلامة التجارية أو الاسم التجاري ممكن يكون بيحمل اسم الشركة نفسها. In this case في هذه الحالة you can talk about the make of the product. في هذه الحالة احنا بنتحدث عن المصنع لهذا المنتج. يعني طبعا انتوا عارفين انه البراند ممكن يكون عبارة عن name or a term or a design or a symbol which identifies sellers, goods or service. يعني ممكن ياخد اسم, ممكن ياخد رمز, ممكن ياخد تصميم معين اللي بتعرف عن منتجات بائع أو تاجر معين واللي طبعا بتتميز عن منتجات أخرى شبيهة فيها. فهذا الاسم هو اللي بميز the products لهذا sellers عن اللي هما the products for other sellers. Okay. فهنا يعني معطيني بس ملاحظة انه قد يكون البراند بيحمل اسم الشركة وبالتالي هيك انا بحكي على المصنع لهذا البرودكت. So again companies give a brand or a brand name to its products. ليش? Why? Because it easily be recognized. لانه هذه بتخلي من السهل انه الكاستمرز يتعرفوا على المنتجات طالما انها بتحمل براند معين. And this may be the name of the company itself. ممكن تكون هذه البراند عبارة عن اسم الشركة نفسها. نكمل في البراند. Brand awareness or brand recognition is the degree to which people know a particular brand. Awareness تيجي بمعنى الوعي. الوعي بالعلامة التجارية أو الاعتراف recognition الاعتراف بالعلامة التجارية. طيب ماذا نقصد بالوعي بالعلامة التجارية؟ is the degree to which people الدرجة اللي فيها الناس بيعرفوا البراند. إلى أي درجة الناس والمستهلكين بيقدروا أنهم يتعرفوا على هذا البرودكت من خلال البراند. يعني إحنا بنحكي أنه مثلا من خلال مثلا وجود كلمة نستلي فأنا بعرف أنه خلاص البرودكتس هذه related for a specific product. فبحكي أنه الناس هدول عندهم وعي كبير عن منتجاتي من خلال طبعا البراند اللي أنا وضعته. So brand awareness or the brand recognition is the degree to which people know particular brand. مدى معرفتهم للبراند بسميها بالوعي بالعلامة التجارية. All the ideas that people have about a particular brand or its brand image. في عندي مصطلح تاني اللي هو البراند إيمج. Okay. كل الأفكار اللي الناس مخداها عن علامة تجارية محددة بنسميها بالبراند إيمج. صورة العلامة التجارية في مخيلتي في إدراكي الداخلي في باطن العقل كل الأفكار اللي أنا موجودة عند عن برودكت معين لبراند معين هذا بسميها بالبراند إيمج. طيب في عندي كمان البراند مرتبطة بكلمة أخرى براند مانجر. براند مانجر مدير العلامة التجارية is in charge of هذا الشخص is in charge of معنى responsible for مسؤول عن the marketing of goods or services مسؤول عن تسويق البضائع أو السلع والخدمات with a particular brand. The brand manager مدير علامة تجارية هو عبارة عن الشخص المسؤول عن تسويق السلع والخدمات المتعلقة أو المرتبطة بعلامة تجارية محددة بسميه بالبراند مانجر. Okay. So again احنا تعرفنا على البراند ليش بنستخدم البراند حكينا على البراند awareness ايش يعني حكينا على البراند image وحكينا كمان على البراند manager.